عزيزي المشاهد، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب، برنامج دراسة الكتاب المقدس بطريقة متأنية. احنا بنواصل دراستنا وبفكرك بأن أفضل طريقة تتابعنا بيها أن نسختك الشخصية من الكتاب المقدس تكون جنبك، ولو أمكن تاخد ملاحظاتك في أي حاجة. احنا وصلنا في دراستنا لإنجيل لوقا الأصحاح 14، وقبل ما نكمل في الأصحاح دوت خليني أرحب بضيوفنا في الاستوديو. أخ معين بشير أهلا بيك. أهلا بيك. أخ أيمن يوسف أهلا بيك. أخ يوسف رياض أهلا بيك. أهلا بيك. فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. فقال له: إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. قال له الأول: إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إن اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: اخرج عاجلا الى شوارع المدينة وازقتها، وادخل الى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي. فقال العبد: يا سيد، قد صار كما امرت، ويوجد ايضا مكان. فقال السيد للعبد: اخرج الى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأني أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. أخي يوسف، الرب في الجزء اللي احنا خلصناه الحلقة اللي فاتت لحد عدد 17 كان بيوصي الناس إن هي تدعي العرج والعمي والجدع والمساكين، وبعدين بنفاجئ بيه بيحكي مثل دوت عايزين نعرف منه من حضرتك تفاصيله. برضو بيقول عن حد دعا العرج والعمي والجدع في الأعداد من 15 ل 24، يدينا فكرة عنها. الآية 15 بيقول كده: فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. وقد يفهم من هذه العبارة إن الإنسان عنده استعداد والعطل عند ربنا، زي ناس كتيرة خلصت يقول لك يريد ربنا، كأن ربنا اللي مش رايد وهو مستعد، هو عنده استعداد يأكل في ملكوت الله خبز، لكن الموعودين بس اللي ليهم اللي يديني. فقال له: إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين. والإنسان هنا يمثل لنا الله، إله كل نعمة، والمثل ده واحد من أمثال النعمة اللي تميز بيها إنجيل لوقا. إنجيل لوقا قدم لنا مش أقل من 7 أمثال عن النعمة. مثلا مثل المديونين في لوقا 7، مثل الفريسي متأسف السامري الصالح في لوقا 10، مثل العشاء العظيم في لوقا 14، 3 أمثال في لوقا 15، ومثل الفريسي والعشار في لوقا 18. أمثال تحدثنا بصورة قاطعة واضحة عن نعمة الله. ويقول عن العشاء إنه عشاء عظيم. لماذا سمي عشاء عظيم؟ أعتقد لثلاث أسباب. السبب الأولاني لأن مدته عظيمة، فالعشاء ممدود بقاله 2000 سنة وما زال يقبل ضيوف. السبب الثاني إنه عظيم لأن ملايين من الناس قبلت الدعوة وانضمت وأكلت من العشاء من الخيرات، وما زال يوجد أيضا مكان. والسبب الثالث إنه لا يوجد مطلب للقلب الحيران وللذهن المثقل بالأحزان إلا والنعمة تجيب عنه. يعني كأن ربنا بيقولك تعالى زي ما أنت،
لأن كل شيء معد. تعال بس زي ما أنت وستجد كل احتياجاتك، كل مناك، كل شهوة قلبك، كل راحة نفسك عند الله. لكن الكتاب بالأسف بيقول لنا إن لما عمل العشاء وأرسل عبده يقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد، إتماما لكلام المسيح فوق الصليب قد أكمل، ابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. يعني مع أن الدعوة عظيمة، مع أن لما واحد بيعمل وليمة عادية الناس بتتكالب زي ما حصل في الوليمة دي، لكن بكل أسف لما الله عمل دعوة أعظم بما لا يقاس ولا واحد، ابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. اتفقوا على الرفض ثم اختلفوا في الحيثيات. واحد قال أنا اشتريت حقل، واحد قال أنا اشتريت 5 أزواج بقر، واحد قال أنا تزوجت بامرأة، فالأسباب اختلفت لكن الرفض واحد. وبعدين محدش جه، فصاحب الوليمة قال للعبد بتاعه اذهب إلى الطرق والسياجات وادعي، نفس المجموعة اللي المسيح كان بيتكلم عنها اللي هم المساكين والجدع والعرج والعمي. فرجع العبد قائلا له يا سيد قد صار كما أمرت ويوجد أيضا مكان. وأنا بعتقد إن النهاردة روح الله بيقول قد صار كما أمرت ويوجد أيضا مكان، لأنه أول ما هيمتلي المكان وأول ما كل المدعوين اللي في فكر ربنا هيجوا المسيح سوف يأتي. فكون ربنا لسه ما جاش هذا معناه أنه يوجد لكل إنسان في كل الأرض مكان في هذه الوليمة العظيمة. فقال له السيد روح بقى إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. وفعلا امتلأ البيت من المدعوين. اللي يلفت نظر أخي يوسف أن الأعذار كلها سخيفة سلي. يعني طب واحد اشترى حقل وراح ده عشاء يعني بالليل، قال له راح ينظر، مين اللي يروح ينظر حقل بالليل؟ ولا مؤاخذة هو أنت بتنظر الحقل بعد ما تشتريه ولا قبل؟ بالظبط. ولا اللي راح يمتحن البقر برضو بالليل وبرضو بعد ما اشتريتها، بعد ما اشتريها ان اشتريت فراح امتحنها. طب ما تمتحنها قبل. لا يعني كلام يغيظ برضو. لا وتزوجت واحدة، طب ما انت هتروح الحفل العشاء وترجع لها، ايه المشكلة يعني؟ ما تجيبها معاه ولا جيبها معاه، مفيش اي مشكلة. ولا هو ممنوع دخول ال، ما حدش قال كده طبعا، ما حدش قال كده. واضح من كرم المضيف هنا انه عنده سعادة يقبل الكل. وبالتالي انا اتمنى ان المشاهد العزيز يراجع الأسباب اللي عشانها مش قابل لحد دلوقتي دعوة نعمة الله لهذا العشاء العظيم. أخي يوسف حضرتك ذكرت دواعي عظمة هذا العشاء، حياة اللي بيبين كمان روعته وعظمته المبينة زي ما بيقول الأمور تعرف بالتضاد. أي. يعني بالمقارنة بالوليمة اللي ذكرت في بداية الأصحاح، الوليمة الناموسية الفريسية، وبالمبينة بين المضيف والغرض من الدعوة للوليمة. يعني إذا حبينا نضيف بعض الأسباب التانية اللي حضرتك ذكرتهم نقول إنها عظيمة لأن المضيف عظيم وإمكانياته وعطاياه عظيمة جدا، والغرض بتاع الدعوة لمسرة قلب المضيف، بيعمل كده عشان دي هتسبب فرح لقلبه إن يعني بيته يمتلئ بالمدعوين. سبب كمان بشوفه اللي ذكر في عدد 17 يقول لهم تعالوا لأن كل شيء قد أعد. يعني في العزومات اللي بيعملوها الناس بتجامل بعضها، فالواحد داخل ومع حاجة بيعمل حاجة، لكن الوليمة دي هي وليمة النعمة، وليمة الإنجيل اللي بيقدم فيها أعظم وأثمن الأمور اللي مش ممكن يحصل إليها إنسان إلا من الله، يقدمها بنعمته، بيقدم خلاص المسيح المجاني لكل إنسان. يقول لهم تعالوا لأن كل شيء قد أعد. مش محتاجين نعمل أي حاجة، مش محتاجين ننظف نفسنا أو نزود حاجة لهذا المضيف العظيم عشان يقبلنا، لأن كل شيء قد أعد. وماذا بوسع المساكين والجدع والعرق والعمي أن يعملوا لصاحب الوليمة العظيمة؟ ماذا أستطيع أنا أن أعمل عشان أرضي الله وأمجد الله؟ بقوتي ما أقدرش. نلاحظ أنه الأعذار في ظاهرها ما فيهاش شر ولا خطيه. واحد عنده أرض وبيزرع مش حرام، واحد بتاجر عنده بقر، واحد اتجوز، لكن بنلاحظ أنه أمور الحياة أحياناً تضغط على الإنسان وتلهيه عن أنه مش بس يخسر بركات هيتمتع بيها،
لكن في النهاية ستقود إلى الدينونة. ويمكن كتير في الكتاب لما بيكلمنا عن مشاهد دينونة أو قضاء غالبا بيسبقها المظاهر اللي قدام مننا دي. يعني من المشاهد الواضحة أيام الطوفان، قبل ما ينزل الطوفان كانت الناس بتعمل إيه؟ يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون. طب إيه الحرام في دي؟ ما هو الموضوع مش حرام وحلال، الموضوع إنه الحاجات دي لهيته تماما عن إنه يدور على نجاته، وجه الطوفان وأهلك الجميع. فدي مقدمات للإنسان اللي بينحدر إلى الدينونة. وبنشوف فيها حاجات الأعذار دي، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. شهوة الجسد إني تزوجت بامرأة، شهوة العيون أنا رايح أنظر الحقل، تعظم المعيشة أنت هتذبح عجل، يعني آخرها أنا اشتريت 5 أزواج بقر، أنا مش محتاج للدعوة بتاعتك، التلاتة مش محتاجين فاستعفوا. وضل المعطلات، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، والعالم يمضي وشهوته، مسكين اللي يأجل ويحتقر ويرفض أو يهمل الخلاص العظيم بهذا المقدار في سبيل شهوة زائلة عابرة، والعالم كله سيمضي وشهوته. يلفت الانتباه أنه دائرة المدعوين بتزيد أو في مراحل، يعني في الأول هي للجميع. لما جه يوحنا المعمدان وكرز باقتراب ملكوت الله، وبعد كده جه المسيح لمدة 3 سنين يكرز في كل قرية وكل مدينة، زي ما جاء في متى 9 أنه كان يسوع يطوف في كل المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت. كان بيكلم الجميع، كان بالأولى اللي فاهمين الشريعة بتقول إيه، اللي بين إيديهم النبوات اللي بتشاور على المسيح، يكتشفوا هذا الشخص المملوء نعمة اللي فاتح ذراعيه، اللي لم يكف عن أن يقول تعالوا إلي، بيكلم الكل. لكن اللي المفروض يقبلوا ويفهموا، اللي بين إيديهم النبوات بتكلم عن المسيح رفضوا، فابتدى يروح للمساكين الجدع والعمي والعرج، أمثال زكى العشار والمرأة السامرية والمولود أعمى، اللي في نظر الفريسيين والكتبة أنه دول ولدوا في الخطايا، دول اللي قبلوا معاملات النعمة، دول اللي استفادوا من بشارة المسيح. لكن لسه في مكان، مش بس لدول، خرج بره المدينة للي في الطرق والسياجات، اللي خارج دايرة اليهودية، نعمة الله اللي اتجهت للأمم، لأنه هذا المضيف العظيم عنده مكان لكل الناس. فخلاص المسيح مش بس للناس اللي فاهمة الشريعة من الكتبة والفريسيين، لا، ده لكل إنسان، حتى الخطال من الشعب، مش بس من الشعب اليهودي، لكن خلاص الله ونعمة الله لكل العالم. أعتقد الطرق والسياجات تشير إلى الأمم اللي خارج الحدود بتاعة إسرائيل. دعوة نعمة الله وصلت إلى كل البشر. في شخصية أخي يوسف قدام مننا يمكن مجهولة الاسم، لكن لها دور كبير جدا في الوليمة العظيمة، وهي شخصية العبد. أيوة. يذكر 5 مرات في الجزء اللي قدامنا، لكن بنلاحظ فيه التواصل المستمر مع الداعي العظيم والمجهز العظيم للوليمة، يبعته ويرجع يقوله، وبعدين يبعته تاني، وبعد كده يرجع ليه. أقدر أشوف في العبد ده صورة للمؤمنين اللي تثقلوا بأن هم يتجووا مع صوت الرب ويخدموا الرب، أو أشوف فيها كمان مسؤولية. يعني يقول عدد 17، وأرسل عبد في ساعة العشاء. توقيت الإرسالية إمتى؟ أخده من الرب إمتى يبعتني. وبعدين في عدد 21، فأتى ذلك العبد وأخبر سيده، يرجع يقول له على اللي حصل، يحكي له أنا رحت عملت إيه، ياخد إرسالية تاني من الرب، وقال لعبده أخرج عاجلا. مفيش وقت للكسل، مفيش وقت للنوم، الوقت مقصر جدا، اطلع بسرعة وصل البشارة والدعوة للآخرين. فقال العبد يا سيد قد صار. مالش كفاية كده، ده كان هيبقى المكان فاضي، كفاية اللي جم واللي ما جوش عنهم ما جم، لا قد صار، ويوجد أيضا مكان. كأنه بيقوله لسه في مكان فاضي وأنا عندي استعداد أروح علشان أجيب الآخرين. ما نكتفيش باللي جم للمسيح، وما نكتفيش باللي بيدخلوا الكنائس عندنا، لكن قد صار، لكن يوجد أيضا في ناس لسه برة محتاجة تيجي، كأنه عايز ياخد
وقت تاني وإرسالية تاني علشان يروح يدعوهم. فقال السيد العبد اخرج إلى، حدد له برضو المكان اللي يقدر يروح فيه. حلو ان احنا نتجاوب مع صوت الرب لينا، نفرح باللي جم لكن ما نكتفيش بيهم، لكن نقول له لسه يا رب في مكان، محتاجين نجيب كمان الآخرين لكي يمتلئ المكان. احيانا البعض بيقول يا رب كمل عدد مختاريك وتعالى خدنا واروح انام على ما تكملهم. طب هيكملهم بمين؟ مهمة المؤمن في وجوده على الأرض زمن غياب السيد إن إحنا نعمل في كرمه وفي خدمته حتى يمتلئ المكان. ده من جانب. ومن جانب تاني، البعض بيعتبر العبد بالمفرد صورة للروح القدس. لو قارنت متى 22 بالمثل ده هتلاقي هناك عبيد، وتلاقي مفيش كلمة ألزمهم، مفيش ألزموهم بالدخول، لأن المؤمن ما يقدرش أبداً. يعني أنت بكل اللي تقدر تعمله توجه الدعوة للنفوس، بعد ما توجه الدعوة في ناس بتقبل وناس بترفض، لكن العبد بالمفرد هنا الروح القدس يقدر يعمل في داخل القلوب، يغير القلوب. فاللي عنده سلطان على تغيير الإرادة فيلزم بالدخول مش الخادم. الخادم كل اللي بيقدر يعمله أنه يوصل الرسالة ويتوقف عند ذلك. الروح القدس العبد بالمفرد الذي يستطيع أن يصل إلى القلوب ويغيرها. أنا بتصور يا أخي يوسف أنه قال ألزمهم مش لأنه شافهم بيتمنعوا أو بيرفضوا لأنه بيستكبروا أو يشوف أنه هم مش محتاجين، لكن العكس. يبدو أنه لما راح للفئة دي من الأمم شافوا أنه هم ما يستحقوش، زي ما في واحد ممكن يقول أنا منفعش، اللي يعرف حالتي واللي يعرف ظروفي واللي يعرف شري واللي يعرف ماضية أنا منفعش أكمل مع ربنا. كان هنا ألزمهم يمكن بمعنى إقناعهم بأن نعمة الله بتشمل وبتجتذب أشر الخطاة، ده هو جاي مخصوص للنوعية اللي زيك دي. يعني بمعنى ألزمهم أقنعهم أن ده الغرض اللي جاي عشانه المسيح، أنه لم يأتي ليدعو أبرارا بالخطاة إلى التوبة. عشان كده بعدها يقول أنه شوفوا النعمة بتعمل إيه، فما فيش عذر اللي يرفض. إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين اللي ما جوش يعني يذوق عشائي، لأنه كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. مع عظمة هذه الوليمة ومع عظمة الداعي فلا عذر لمن يستعفى من هذه الوليمة. نقدر نقول في كلمة واحدة إن الدعوة العامة نتيجتها لم يحضر أحد، الدعوة الملزمة نتيجتها امتلأ البيت من المدعوين. فتعال لا تؤجل، كل من الخيرات عجل، كذا ثوب العرس لأجلك أكمل، فتعال بالإيمان. بس عنده تحذير في النهاية، يقول فيه الكلام كده: عن قريب سوف يغلق ذا الباب، حين يمتلي المكان، إن قرعت سوف تسمع الجواب، لقد فاتك الأوان. عند ذا ليس وصوله أبدا ولا قبوله، عند ذا تبكي ولا يمكن دخوله، ليس يوجد مكان. أعذار. عندما ذكر الرب مثل العشاء العظيم والذي فيه وجهت الدعوة لمدعوين ليأتوا للعشاء العظيم، فاستعفى الجميع وقدموا أعذاراً واهية. لقد أظهر صاحب العشاء كرماً وسخاءً عندما قدم الدعوة إلى الجميع قائلاً: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. كان مضيافاً سخياً مرحباً بكل المدعوين في عشاء النعمة الذي يشير إلى دعوة الرب الكريمة في سنة الرب المقبولة لكل الخطاة لكي يتمتعوا بغنى نعمة الله المقدمة مجاناً بسبب كفارة المسيح. ولكن بالأسف قدم الجميع أسباباً غير منطقية لرفض عشاء النعمة العظيم، فواحد اعتذر بأنه اشترى حقلاً وهو ذاهب لينظره. وهل يشتري واحد حقلاً ويدفع ثمنه ثم يمضي بعد ذلك لينظره؟ والآخر يحتج بأنه اشترى بقراً وهو ذاهب لامتحانه، وهل يدفع الشخص ثمن البقرة قبل أن يمتحنها؟ ثم الذي تزوج بامرأة
أما كان يمكنها أن يحضر عروسه معه إلى الوليمة الفاخرة العظيمة والدعوة مفتوحة، إنهم لم يخسروا الوليمة الفاخرة فقط، بل أيضاً أساءوا إلى صاحب الدعوة. ولا زال الناس يستعفون من دعوة الله لهم بسبب نظير هذه الأعذار: الممتلكات، العمل، العلاقات، وأضف عليها الشهوات والتراخي ومحبة العالم والمتع الوقتية. وأي عذر منطقي مقبول لإنسان يرفض بكل إصرار عشاء النعمة الغنية الذي يقدم فيه الله للإنسان كل ما في قلبه من صلاح ولطف وبركات وسعادة وغفران وتبرير وقبول ومصالحة، بل ويصبح الشخص الذي قبل المسيح عضواً في جسد المسيح من لحمه ومن عظامه. ما أخطر أن يرفض الإنسان عرض نعمة الله في سنة الرب المقبولة، فالنتائج مدمرة جداً، فلنحذر من الأعذار. وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. أخ أيمن، الأعداد من 25 لـ 27 بتواصل حديث متواتر في خلال الإنجيل دوت من الرب عن تبعيته، احكي لنا بيقول إيه؟ إن في عدد 25 يقول: وكان جموع كثيرة سائرين معه. والمنظر ده شكله جميل، يعني أي واحد غير المسيح يفرح بيه، أي معلم أو أي قائد أو أي رائد حركة يحب أن ناس كتير قوي تبقى حواليه، تبقى ماشية وراه، هو يفكرش بيحبوه ولا ما بيحبهوش، فاهمينه ولا مش فاهمينه، هيكمله ولا لأ، هو يبقى مبسوط بتبعية الجماهير الكبيرة. لكن الرب ما كانش من النوع ده، ما كانش بينبهر بالجموع الكثيرة، ما كانش عايز جموع كثيرة، لكن عايز تلاميذ حقيقيين. عشان كده يقول بعدها: فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي، وهنا حلوة، يأتي إلي، يعني اللي جاي ده مش هيقدر يعمله إلا شخص جاي لي أنا شخصيا. يقول: ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخواته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. هنا ممكن بحسب المعنى الظاهري أن الرب عايزنا نبغض ذوينا، وهي مش صح، هي مش الحقيقة دي، لأنه في مكان آخر في إنجيل متى صح 10 يقول: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. المقصود بها أن اللي بيجي للرب وبيأتي إليه يعني يتمتع بمحبته، يشبع بمحبته، في نتيجة تلقائية أنه هيحب الرب. بس هيحب الرب زي إيه؟ زي ما بيحب الناس؟ زي ما بيحب الأشياء؟ زي ما بيحب أقرب الأشخاص؟ لا، الرب بيحب ويستحق أن يأخذ المكان الأول، لدرجة أنه المحبة الشديدة للرب في ضوءها أو بالقياس ليها أي محبة أخرى تحسب وكأنها بغضة. الحاجة الثانية في عدد 27 بنشوف مبدأ تاني من مبادئ التلمذة، مش بس بيتبعوه بجاذب الحب، لكن يتبعوه مهما كان الثمن، يمشوا وراه بلا رجوع، يتبعوه كل الأيام. وهنا معنى يحمل صليبه مش واحد يتعايش معاه عنده أو مرض صعب أو مع شريك حياة صعب، لكن الصليب بيتكلم عن حمل العار والاستعداد للموت. لو كلف الأمر إهانة أو تضحية حتى الموت من أجل المسيح فهو يستحق، ومش يوم ولا اتنين ولا في فرصة أو في مناسبة بيقدم فيها خدمة هو في حماسة روحية، لكن يحمل الصليب وراء الرب كل الأيام. واحد قال إن في الأصحاح 14 نشوف تكلفة أن تكون مسيحياً، أصحاح 15 و16 تكلفة ألا تكون مسيحيا. التكلفة أن تكون مسيحي مش قليلة،
فبيقول هنا يترك جميع أمواله، يبغض كل الناس، وزي ما فهمنا المقصود ألا يفضل أحد على المسيح. تكلفة مش قليلة، لكن ألا تكون مسيحيا في أصحاح 15 ذل وهوان في الحياة، ألا تكون مسيحيا نار وديدان إلى أبد الآبدين في لوقا 16. يبقى إذن أيوة فعلا اتباع المسيح في تكلفة في الحياة، لكن عدم اتباع المسيح في الحياة ذل وهوان، وفي الأبدية نار وديدان. حاجة شبيهة باللي حضرتك قلت، واحد قال في وليمة النعمة دخول السماء بلا رسوم، أو إحنا ما عليناش إحنا نحن ندفع رسوم لأنها مجانية، لكن تبعية المسيح لها اشتراك سنوي. أيوة. يجدد في ثمن بيدفع. يأتي إلي، يأتي ورائي. أضيف على كلمة يأتي إلي أنه دي ما فيهاش كلفة على الإنسان، المسيح احتمل الكلفة لأنه حمل الصليب وذهب إلى الجلجسة. لكن يأتي ورائي تبعية المؤمن اللي عايز يكرس الحياة للمسيح، يتبع الرب. يأتي ورائي مش ورا طيفة، يأتي ورائي مش ورا شخص، يأتي ورائي مش ورا مبدأ، لكن يأتي ورا شخص الرب يسوع المسيح. واللي يجي وراه شيء العجيب زي ما قلت خايما، انه جموع كتير مش عايز بقدر الامكان يحافظ عليهم، لكن عايز يقول لهم من بداية الطريق انا بقول لكم على الكلفة اللي ممكن تحتملوها جايين ورايا، مين مصمم من قلبه انه يتبعني، ادي الكلفة، لكن فيما بعد هتظهر المكافأة. في فرق بين جموع كثيرة سائرين معه وبين كلام المسيح ان كان احد يأتي الي. من بالمفرد، ودي بتفكرني بترتيلة كنا بنقولها زمان، لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا فهيما، شخصا أمينا، شخصا مطيع. اتبعني أنت بالذات، أنت اتبعني، أنت اتبعني أنت. بلاحظ أن في معوقات عن تبعية المسيح، واحدة فيهم تتمثل بالعلاقات الإنسانية الطبيعية والمشاعر والعواطف، والتانية بتتمثل في المحورة حوالين الذات، أنا حتى نفسه أيضا، أنا مهم، خليني أقولها بالبلدي مدلع روحي يعني، راحتي مهمة. والحاجة التالتة في أنه العيشة المسيحية الحقيقية تستلزم الاستعداد للتعب والاحتمال العار، ودي حاجة قاسية جدا على الإنسان. بس على رأي اللي قال إن تبعته فماذا ألتقي أنا هنا، حاجات وحشة ممكن، بس بعد هذا ماذا يكون في السماء؟ كل مجد، كل كرامة من عند الرب. أشوف أخ عصام كمان في حمل الصليب جانب تاني يمكن مش ظاهر، ظاهريا في هوان وعار وألم اللي واضح قدام الآخرين، لكن كأنه وأنا شايل الصليب وتابع الرب أفتكر ده في الصليب، ده أنا خدت إيه من ورا الصليب لما الرب حمله عني، ده أنا خدت كل بركة روحية في السماويات. واحد قال ان اللي يحمل الصليب لا يقدر ان يحمل شيئا اخر، يعني اذا شلت الصليب فانت ليس بوسعك ان تفعل شيئا بخلاف ذلك. التلميذ. كان المعتاد ان يضع اتباع المسيح تلاميذا حتى مرحلة لاحقة من تاريخ الكنيسة، حيث دعي التلاميذ مسيحيين. فالأصل في المسيحي أنه متعلم من المسيح باستمرار، ملازم له، مقتديا به، مطيعا له. وكل هذه يحملها معنى الكلمة تلميذ. ولقد أعلن الرب يسوع بصراحة لتابعيه مشقة الطريق وصعوبته والتكلفة الحقيقية التي لابد أن يتكبدها كل من يريد أن يكون له تلميذاً. وليغربل الجموع عرض عليهم الشروط الصارمة للتلميذ الحقيقي، ومنها على سبيل المثال محبة الرب محبة عظيمة، حتى أن كل محبة عداها تبدو كأنها بغضة بالمقارنة مع محبته للمسيح. ألا يحب نفسه، بل يكون المسيح للذات هو محور الحياة، ولا يهتم كثيراً براحته وبسلامته، بل يكون الهدف الأعظم
هو تمجيد المسيح وتعريف الناس به. أن يحمل الصليب، والصليب ليس ظروفاً صعبة تحتملها بشكر، بل هو السير في طريق العار والألم، بل وحتى الموت من أجل المسيح. فالتلميذ يجب عليه أن يقبل الحياة كما عاشها المسيح على الأرض، حياة نكران النفس والتواضع والتعرض للاضطهاد وللإهانة وللتجارب ولمقاومة الخطاة له. التكلفة المادية التي تجعل التلميذ يضحي بأمواله أو جزءاً منها لأجل خدمة الإنجيل وعمل الرب. قد تبدو شروط التلمذة الحقيقية للمسيح صعبة، لكن تبعية المسيح لهي شرف لا يدانيه أي شرف آخر، وهو يستحق إذ ضحى بكل شيء لأجلنا. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. أخ معين، الأعداد اللي باقية من الأصحاح بيدي الرب مثالين عشان يقول بعد ما قلت لكم التكلفة عايز أقول لكم حاجات عشان تحسبوها صح. احكي لنا عن الجزء الأخير ده. في مثل بناء البرج، وفي عدد 31 مثل ملك رايح للحرب، وكأنه عايز يقول إنه اللي دخل في طريق تبعية المسيح، لا الطريق مش سهل، في أرض معركة مش أرض ملعب. أنا ما دخلتش خلاص خدت الخلاص أدخل ألعب بقى لحد ما يجي ويأخذني لي، لا، في أرض معركة أنا داخلها، وأثناء المعركة في كمان بناء، في تشييد، في تجهيز أمور جديدة مكلف بيها المؤمن. في مثل بناء البرج يحسب النفقة، حلو أنه قبل ما يبدأ يبني يرسم المبنى بتاعه، وبعدين أنا هفحت الأساس، وبعد كده هشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة أرميها، وبعد كده هرمي الأساس، وبعد كده أبدأ أبني وعلي. يا ترى أنا عندي نفقة تكفي المشروع العظيم ده؟ وإلا أنا لو ما بديتش أفضل من إن أنا أبدأ وما كملش. قال الرب مرة إنه اللي يحط إيده على المحرات ويلتفت إلى الوراء، لا ده بوظ الدنيا، ده لخبط الدنيا، ده مش هيطلع من المحرات شيء عدل على الإطلاق. فأحسب النفقة بمعنى إيه؟ أنا عندي استعداد أضحي وأتكلف هذا الأمر. الجزء الثاني موضوع الحرب، داخل والاثنين ماشيين مع بعض، في بناء وفي معركة. ودي أقدر أرجع لجزء في سفر نحمية أصحاح 4 يقول على نحمية كانت مهمته أنه رايح يبني، ونلاحظ أنه لما المؤمن ينشغل بالبناء، مرة قال بولس أنه هو بناء حكيم، لما ينشغل بالبناء المعركة هتزداد ضراوتها والعدو مش هيسيبه في حاله. جم الأعداء وتعرض نحمية لأنواع كثيرة من الحرب، لكن يقول الكلام الجميل ده في عدد 17 من أصحاح 4: البانون على السور بنوا، وحاملوا الأحمال حملوا، باليد الواحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح. وأظن دي عايزة احتمال
وعايزة صهر من ناحية الحرب والمعركة. نلاحظ يا أخو معين أنه قال من منكم وهو يريد أن يبني، يعني شخص عنده رغبة، واحد عنده حماسة أنه يعمل حاجة. أنا بتكلم برج يعني مشروع عظيم، حاجة كبيرة جدا، ربما يكون عنده الأساس الصحيح، ربما يكون عنده الغرض الصحيح، الدوافع المقدسة، عايز يعمل حاجة كبيرة للرب، لكن سأل سؤال مهم، هل عنده ما يلزم لكماله؟ هل عنده مصادقة من الرب أن الرب كلفه بالحاجة دي، ولا هو اللي نفسه فيها يعملها؟ إذا كان هو عبد ليسوع المسيح، إذن يستحق الرب أن يطاع. اللي بيتبع الرب مش بيعمل اللي نفسه فيه يعمله، لكن اللي بيكلف بيه من سيده، ودي روعة التلمذة. ما كانت ترتكز عليه كل خدمة بولس أنه كان مدرك للحقيقة دي، أنه عبد ليسوع المسيح، مش بيحركه الاحتياج إيه، أو هو عنده الإمكانيات والمواهب ممكن ينجز بيها إيه، لكن سيده عايز منه إيه، كمان ما يلزم لكماله. هل عنده الإيمان؟ يعني واحد ممكن يقول أنا عندي رغبة أني أوصل أكرز في القبيلة الفلانية في أفريقيا، لكن هل عندك الإيمان العظيم اللي يخليك تكمل هذا المشروع؟ وإلا حيكون نصيبه الفشل والخجل، فشل ما قدرش يكمل، وخجل الناظرين اللي سمعوا وشافوه هيقولوا إنه ابتدأ ولم يقدر أن يكمل. إذن احنا عندنا تحديين، التحدي الأول التكلفة الكبرى، انت هتبني برج حاجة عظيمة كبيرة فتكلفتها كبيرة، ايه التكلفة الكبيرة؟ شرحها، قال إنه يبغض أقرب اللي ليه، بمعنى لا يفضلهم على المسيح، ويبغض نفسه، ينكر نفسه، ويقول في عدد 33 يترك جميع أمواله. ده أمر مش سهل، وعشان كده احسب النفقة ولا تأخذ قرارا ارتجاليا أو انفعاليا. حاجة تانية، إنها أرض معركة وليست ملعب، فجايلك مش عدو واحد. في الحقيقة المؤمن بعد الإيمان بيبقى عنده الشيطان والجسد والعالم، كل دي أعداء ضدنا. ترتيلة بتقول إبليس والعالم صار ضدنا فالقتال دائم ما دمنا هنا. هل تقدر؟ وبعدين بيتكلم عن الملح بمعنى الدوام والثبات، وعاوز يقول أفضل ألا تبدأ المشروع من بدايته من أنك تبدأ وبعدين الناس هتتهكم عليك، لأنك يقول ده راجل حب يبني برج وتوقف في المنتصف، أو دخل في حرب ويتهزم وتبقى شكلك وحش. عشان كده هل عندك استعداد للديمومة الاستمرارية؟ ده كلام الملح. وهنا أتذكر واحدة فتاة ظروفها ملطشة، لكنها كانت الشابة الحديدية رعوث المؤابية، اللي لما قررت قالت لحماتها لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، حيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. دايما بفتكر وأنا بتكلم عن رعوث المؤابية الترتيلة الحلوة اللي بتقول صممت أني أتبع يسوع بلا رجوع، وإن تركني كل خلاني أتبع يسوع بلا رجوع، العالم خلفي يسوع أمامي أتبع يسوع بلا رجوع. الأعداد من 34 و35 يفهمونا أنه التلمذة دي الرب مش بيقول إن أراد أحد، يعني موضوع اختياري، إذا حبيت تكون تلميذ أنا بقول لك على السكة إزاي، إذا ما حبيتش يعني الموضوع يرجع لك، فأنت ممكن تعيش، أنت تدخل لوليمة النعمة وتستمتع وتعيش زي ما أنت عايز. لا، ما يقصدش كده، يقصد أنت ما ينفعش تعيش، ما ينفعش تكون في الحياة إلا ويكون بتتبع المسيح تبعية حقيقية، ويكون ليك شهادة، أنه الملح هنا بصورة للمؤمن في نفعه. لكن إذا كان عايش بدون منفعة، بدون ما يكون شاهد للمسيح، إيه القيمة بتاعته؟ ملوش أي قيمة. لكن يتقال أنه يطرحونه، أو في مكان آخر أنه يداس من الناس، يفقد مصداقيته، بيعيش مدعي لكن بدون أي حياة حقيقية، أو بدون فايدة أو منفعة حقيقية من حياته. في دخول الحرب أشوف أنه هو بيقول له أنت داخل على جيش أكبر منك، وفي رسالة أفس يقول لنا أن مصارعتنا مش مع ناس، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. أنا لو حسبتها حساب ظاهري، طبعا هقدر أعمل إيه في دول؟
لكن لما بعد ما احسبها ارتكن على القوة العظيمة اللي ليا في المسيح، زي ما قال الرسول بولس استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. جدعون لما طلع علشان يحارب كان معاه عشرات الالاف، اتصفصفوا على 300. طب دول يا رب هيعملوا ايه؟ هتدينا كل واحد قنبلة في ايده؟ قال لي لا لا، ده هي جرة واحدة بس وهيطلع بيها. والنهاية نلاقي فيه نصرة عظيمة حصلت، مش لانه 300 معاهم سلاح اقوى من الاعداء، لكن لانه معاهم الرب موجود فضمنوا الانتصار. فمتهيالي الحساب هنا يخليني ارتكن اكتر، اكتشف ضعفي لكن ارتكن على مصدر القوة اللي ليا في الرب. عودة مرة تاني للملح. الملح في الكتاب المقدس صورة للديمومة، للثبات، وعشان كده عهد ربنا مع داود يسميه عهد ملح. الديمومة عايز بس اوضح انها جاية من كلمة دائما مستمرة، يعني عشان بس ما حدش يسمعها الدينونة. الديمومة. الديمومة ايوه. يعني الاستمرارية. الاستمرارية. وأيضا يقول لا تخلي تقدماتك من ملح عهد إلهك، لأن الله مش بيقطع عهد وتاني يوم يقول لا، فيها استمرارية، فيها ديمومة. إذن الملح جميل، بس إذا فسد الملح، ويمكن زي ما واحد من المفسرين قال النهاردة إحنا ما بنشوفش ملح فسد لأن الملح نقي، لكن ما كانش كده أيام المسيح، كان الملح فيه شوائب وحاجات تانية فكانت تجعله يتلف ويفقد ملوحته. فبيسأل المسيح لو فقد الملح ملوحته ماذا فائدته؟ هل له أي استخدام جانبي؟ الإجابة كلا. يعني في حاجات لما تبوظ من ليها استخدام جانبي، لكن الملح مش كده. الملح لو باظ حتى ما ينفعش كسماد، لكن يطرح خارجا وطبعا النتيجة يداس من الناس. ولذلك ربنا بيقول لك قبل ما تفكر انك تبقى تلميذ هناك تكلفة، هناك صراع، فكر جيدا عشان لما تتخذ القرار يكون قرار دائم. وعظهم برنابا ان يثبتوا في الرب بعزم القلب، انا نويت ومن كل قلبي، مش بقوتي، انسى قوتك لان ما فيناش قوة، لكن برغبة صادقة ان مش امشي مع ربنا فسحة او نزهة، لكن اتبع المسيح حتى النهاية. يختم الرب كلماته هنا بمن له اذنان للسمع فليسمع. الحديث الطويل اللي النهاردة تكلمنا عن اعذار بتخلي ناس ما يقبلوش دعوة المسيح، او اعذار بتخلي ناس ما يكملوش المشوار ورا المسيح، هل لك من هذه الأعذار جانب؟ صلي من قلبي أن تتغلب على كل أعذارك فتعرف المسيح المخلص وتتبعه كالرب كل الأيام وكل العمر، فهذه هي السماء على الأرض. أشكركم على وجودكم معنا، واستودعك عزيزي المشاهد لنعمة الله، على أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب، والرب معك.